أنا شفت مثلا مقالة من أسبوع كده في أستراليا بيستخدموا الطاقة الشمسية في تسخين المية، وبعدين المية تسخن تخش بقى في عمليات تبريد وتكييف ورطوبة. بنحاول برضو نستفيد من هذه الطاقات، لأن الطاقة الشمسية هو مستقبل مصر. عندنا طاقة شمسية بصفر، ما فيش تكاليف، ولكن ممكن استغلالها إلى أقصى حد. هي الندوة المفروض أنها بتتكلم عن إحنا وصلنا لغاية فين، تقييم لحالة الاقتصاد قبل الثورة وبعد الثورة، بعد مرور عام فعلا زي ما الندوة بتقول، وإيه اللي إحنا وصلنا له. في العديد من الدكاترة الاقتصاد، الأشخاص المرموقة في المجتمع بتحضر جوه زي ما حضراتكم شفتم. إحنا بنتكلم على إيه اللي إحنا أنجزناه، وإيه الأخطاء أو إيه اللي ممكن نتداركه، إزاي نحط خطط استراتيجية، إزاي ممكن إن إحنا نحاول ننجز في الاقتصاد بحيث نعلو بيه، بس في أسرع وقت على قد ما نقدر طبعا، لأن الحالة ما ينفعش إن احنا نسيبها تتدهور أكتر من كده يعني. والله وإحنا على قد ما نقدر إن احنا نساعد، كوجهة نظر الإعلام اللي انت بتسألي فيها، إن احنا المفروض إن نشجع الناس على إنهم ينتجوا، نشجع الناس على إنهم يعني يشتروا الحاجة المصري، إنهم ده بالنسبة للمستهلك، أو إن هو بنفس الوقت برضو يشوف الأحسن إن هو يطالب بحقوقه كحقوق مستهلك. فنجعل المنتج بقى في الوجه التاني، لأن هو برضو فيه منتج مصري، إن هو يحسن من جودة، إن هو يبقى المنتج بتاعه ويستطيع ان هو ينافس على السوق العالمي. لانه ما ينفعش ان انا اقول ان انا اشجع المصري وبعدين المنتج يفتكرها انها حمايه للمنتج بتاعنا، وبالتالي مش هنقدر ان احنا ننافس ولا داخليا ولا خارجيا. لكن الاعلام ان هو يركز على ان انا هنتج المصري زي بالظبط ما هستهلك المصري. طبعا اهميته نبعت من الموقف اللي احنا عايشينه وظروف الحرجه والتراجع في المؤشرات الاقتصاديه كلها، واحنا يمكن عرضنا فيها، فكان لابد ان احنا نحاول نشخص الاقتصاد ونشوف ايه الاليات نحو الرؤى المستقبليه. يعني كان في رؤى تفاؤليه كتيره، في مصادر كتيره للدخل، في موارد، ولكن ده عايز اخلاص من القياده ومن الاداره الاقتصاديه، تكون اداره جيده وتتبنى هذه المشروعات. هشوف مشروعات كتيره جدا من ضمنها مثلا الصناديق الخاصه، بدل ما انا مش لاقي اي موارد في للدوله دلوقتي، في عجز سيوله بنبيع الاراضي، ممكن الصناديق الخاصه، ممكن اعاده هيكله الديون. لو انا وفرت بس نص الصناديق الخاصه ايرادها اللي هي حوالي 34 مليار، مش هحتاج ان انا اعمل اتفاقيه مع صندوق النادي الدولي عشان 3 مليار دولار. يعني في موارد كتيره وفي خطه كتيره، ويمكن الاساتذه والخبراء الاقتصاديين كان بتوجههم هذه الامور كتيره، يعني ازاي احنا في هذه المواقف نحتاج الى دفعه قويه فيها. فيمكن حتى النظره التفاؤليه اللي قلناها مش هتتم الا بعزيمه، باراده قويه، بتبني الدوله للاستراتيجيات التنمويه الحقيقيه، وان انا اتحول فعلا من اقتصاد عايش على الريع وعلى ايرادات قناه السويس الى اقتصاد حقيقي منتج بيقدم خدمات وسلع إنتاجية حقيقية. في نفس الوقت كان هذا يحمل بقوة، وكم من المرات أشرنا أن هناك إشارات تحت مسمى إشارات النظام المبكر ممكن يحمل الشيء، حتى في يعني في مؤلفاتنا قلنا كده أن ممكن، وتنبأنا بثورة 25 يناير